بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. خواتاتي حبيباتي، مرحبا بكم في داري، قناتي اسمها في داري، وهذا أول فيديو إن شاء الله غادي نحطها لكم. اليوم راح نبدأ لكم بواحد الوصفة سهلة مهلة، رابيد، خفيفة، ظريفة، بالخف. غادي نديروها إن شاء الله مع بعض، وحتعجب إن شاء الله العائلة تاعكم وولادكم، الأولاد بالخصوص راحين يبغوها لأنهم يبغوا المعجنات ويبغوا الألوان وهكذا. إذا وصفتنا اليوم مقارون، نورمالمون مقارون ومع فلافل ملونة. عندنا قزبر ومعدنوس مقطعين، شوية تاع صدر تاع الدجاج ولا تاع الداند ولا مقطع. عندنا البصل، ثوم محكوك خشين، وبصله واحده موين متوسطه تكون مقطعه، زيت الزيتون، ونمر مباشره لطريقه التحضير. اول حاجه نحط المكرونه تاعنا تتسلق، نغلوها، سا ديبون كل واحد كيفاه يبغيها، واحد يبغيها نص طياب، واحد يبغيها طايبه، انا غادي نخليها طيب. ايوا، ونفوتو نوجدو الصلصه المرافقه تاعها ولا المكونات الاخرى. اول حاجة نحطو زيت الزيتون، قد زوج ولا ثلاث مغارف، ونحطو البصل والثوم، نحطوهم يتقلاو على نار عالية باش البصل ما يطلقش الماء تاعه ويتحمر لنا. في هذه المرحله نقطع الفلافل، نقطعوهم الى مكعبات او اجنحه هكاك كما تبغون نتوما. بلا ما البصل تاعنا راهو يتحمر. في هذه المرحله بما ان البصل بدا يتغير اللون تاعه شويه، نحطوا هذاك الدجاج تاعنا. الدجاج يمكن تعويضه باي مكون كان عندكم، لحم او كما قلت لكم فيلي دو بواسون، سمك ولا كروفات ولا اي حاجه متوفره، واذا ما توفرش نجمو ديروه هكاك بدون لحم. البصل تاعنا ولا شفاف والدجاج طلق الماء تاعه، نحطوا الفلافل تاعنا باش يدوا البنه هذيك تاع هذاك الدجاج. هنا في هذه المرحلة نبداو نتبلو لاصوص تاعنا، نحطو شوية ملح، ما نكثروش باسكو رانا دايرين في المقارون، نحطو شوية ملح، شوية كمون، كمون ما نكثروش باسكو كي نكثرو يطلق المرورة، نحطو شوية سكر جبير ولا زنجبيل مطحون، شويه بابريكا. انا عندي هنايا الحاره باسكو حنا في الدار ناكلو الحار، اللي ما ياكلش الحار يدير محلوه. وعندي شويه فلفل اسود، ونقعد نحرك في المكونات خطره على خطره باش يدخلوا لو زيتيف مع لاصوص تاعنا. لاحظوا بلي بدات تطلق شويه في الماء الفلفله لانها تطلق الماء. في هذه المرحله نبداو نضيفو في المقارون تاعنا لخاطر تكون طابت. انا طيبتها في الماء والملح وشويه زيت الزيتون، وحطيت لها ورقه تاع رنج هكا، ونخلطوها مع المكونات، خلطوا الجميع. وكي نصفو المقارون تاعنا نخلو قد كاس ولا بول هكا تاع الماء اللي غلينا فيه المقارون، باش من بعد نضيفوه، هو اللي راح يدير لنا هذيك شويه تاع لاصوص مع هذوك المكونات اللي نزلوا، لاصوص هذيك اللي نزلت من الخضره تاعنا ومن اللحم. نضيفو ماء السلق اللي سلقنا فيه المقارون، ونخلو المقارون تاعنا واحد زوج دقائق وهي تغلي في هذاك الماء. عادة اني المكرونه ما نطيبهاش كاع، زعما اذا كان وقت الطهي تاعها مثلا 10 دقائق ولا 12 دقيقه
نقلع منها هذاك زوج دقائق باش تكمل طيابها مع هذيك الخضره والحموله اللي كنت دايره باش يدوا النكهات مع بعضهم. هنا في هذه المرحله نحطوا قزبر المعدنوس تاعنا، نخلو شويه pour le décor après. اذا كانت هذه هي وصفتنا لليوم، مكرون بالفلافل، طريقه سهله وبسيطه وبنينه. جربوها ان شاء الله، وبارك الله فيكم على المشاهده، والى وصفه قادمه ان شاء الله. اذا عجبتكم الوصفه ديروا لايك، ما تنساونيش، وديروا لي كومونتير كاش ما راكم باغيين حاجه، كاش ما وصفه جات في بالكم. وهذه هي خواتاتي، ومرحبا بكم في داري. وكي راكم دخلتوا داري ما تنساوش ديروا لي اشتراك لأول مره يشوفوني، على بالي هذه اول مره راح يشوفوني. ديروا لي اشتراك ولايك وبيزويت، تهلاو في رواحكم.